الكلام والحديث عن بايرن ميونخ يهمني اقف مع محطه بايرن ميونخ، وخصوصا انك انت مع الفريق البافاري قدرت تحقق لقب الشامبيونز ليج. اهم الملامح في فتره لعبك لفريق بايرن ميونخ، اهم ذكرياتك مع نجوم الفريق في الوقت ده. نعم، انا لعبت 9 اعوام في بايرن ميونخ. لدي العديد من الذكريات الرائعه، ونحن فعلا حصلنا على دوري ابطال اوروبا. ولكن بايرن ميونخ هو الفريق الذي ساعدني ان اصبح انسان ورجل مسؤول. انا ذهبت اليهم وانا كنت في عمر صغير، هم من علموني كره القدم. هم بايرن ميونخ هو الفريق الذي علمني كرة القدم وساعدني أن أقابل ناس رائعين ولاعبون على مستوى رائع، وأيضا المديرين الذي ترمنت معهم، مليونيز والعديد من المدربين وبيكن باور والعديد من الفرص. وبايرن ميونخ أثرت في حياتي بشكل شخصي. بتشوف أنه الجيل الحالي، بما أنك كنت بطل ورفعت يعني كاس أو درع بطولة دوري أبطال أوروبا، بتشوف فرص الفريق البافاري إزاي في النسخة الجديدة من دوري الأبطال؟ أعتقد أن البايرن هو مع مانشستر سيتي وريال مدريد هما واحد من أفضل 3 أو 4 فرق في العالم. هما استطاعوا أن يفوزوا وأن يذهبوا إلى مستوى رائع حتى على المستوى الحالي الآن، ولكن هم ضموا العديد من المواهب في هذا الوقت الحالي. ولكن أتمنى أن اللاعبين الذي استقطبوها قادرون على الصعود بهم والوصول بهم لنهائي دوري أبطال أوروبا. رأيك في 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 هجوم أو خط هجوم بايرن ميونخ، ويبدو أنه من بعد رحيل ليفاندوفسكي وأنه هجوم البايرن يعاني إلى حد ما. النسخة الأخيرة من الدوري الألماني فاز بها في الأمتار الأخيرة بشق الأنفس أو بصعوبة كبيرة، بعد ما كان اللقب أقرب لبروسيا دورتموند. تم محاولة تعويض رحيل ليفاندوفسكي بساديو ماني ولم تنجح المغامرة. أيضا السنة دي الكل تحدث عن هاري كين، واحد من أكبر النجوم المتألقين في الدوري الإنجليزي وانتقاله للبايرن، ولكن نسخة هاري كين مع البايرن تختلف تماما عن نسخة هاري كين مع توتنهام. أسمع رأي ويلي سانيول. أعلم مع هاري كين ومع ريو ساني ومع كومان وجنابري، يوجد العديد من اللاعبين الرائعين على مستوى النجوم في بايرن ميونخ، ولكن أيضا يوجد الفرق الأخرى التي تمتلك دفاعات أقوياء، دفاع قوي، ما يجعل يوجد توازن في المباريات. ولكن أعتقد أن البايرن هو فريق لديه العديد من الخبرات، اللاعبين الخبرات مثل كيميتش وأوبيميكانو، هم اللاعبون الذي لديهم الخبرة الكبيرة التي وهي مفيدة، الخبرة مفيدة جدا، تساعد في البطولات العظمى والكبرى للحصول عليها. ولكن أعتقد أن هذه السنة أعتقد أن بايرن ميونخ سيذهب على الأقل لقبل النهائي. يمكن يعني بمناسبه احنا مستمرين في الكلام على بايرن ميونخ، كان ليك تجربه تدريبيه مع واحد طبعا من اهم الاسماء في عالم التدريب في الوقت الحالي هو كارلو انشيلوتي، اشتغلت معاه كمساعد في بايرن ميونخ. نمره واحد، عايزك تكلمني اكتر النقاط اللي انت استفدت فيها من خبرات مدرب بحجم انشيلوتي، وده كان تاثيره عليك بعد كده لما اتجهت العمل كمدرب. مع كارلو أنشلوتي أعتقد أنها كانت واحدة من أفضل مقابلات لي في عالمي في كرة القدم. لقد عملت معه لبعض الشهور، ولكن رأيت فيه كم هو مدير رائع ومدرب رائع، يستطيع أن يؤثر على مستوى اللاعبين. هو شخص رائع بالنسبة لنا، وهو أيضا أنا تعلمت منه الكثير. كل يوم كنت أتعلم منه شيء جديد، كيف يتعامل مع الفريق، كيف تدير فريق، كيف تتعامل مع اللاعبين ذو خبرات واللاعبين الصغار في السن. هو كان أثر في تاريخي في تدريبي.